حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعوام التعليم في العراق في انهيار مستمر، بالتأكيد ليس لنقص المال ولا لقلة الكفاءات ولا لضعف استيعاب الطلبة. يمكن تلخيص هذا الانهيار بكلمتين: تسييس التعليم أو إفساد التعليم، وعنه سنتحدث. خرجت المنظومة التعليمية العراقية عن المنافسة الإقليمية والدولية بسبب الفساد وسوء الإدارة، حيث أديرت المؤسسات التعليمية بعقلية المحاصصة، فكان على رأسها المتردية وما ترك السبع، وخضعت كفاءاتها لكل أشكال الابتزاز والضغط الأمني ليستقيلوا بمحض إرادتهم. ومع كل هذا الانهيار لم تتحدث الحكومة لا عن التعليم ولا عن فاسديه، فما هي سبل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيه؟ وعلى هذا الأساس نطرح أسئلة: ما مستقبل التعليم في العراق في ظل الفساد والتقشف؟ وكيف يمكن فصل التعليم عن السياسة ومصالحها؟ وهل سيمثل سماسرة التعليم يوما أمام القضاء؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في حوار التاسعة. ضيف هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الدكتور مقدام الجميلي، رئيس لجنة التعليم العالي النيابية. دكتور مقدام، أرحب بك ضيفا على شاشة الفلوجة في هذا الحوار. يعني كثرة الرسائل وتواصل الجمهور راح يخلينا نقسم الحلقة إلى قسمين دكتور: قسم يتعلق بالحديث عن التعليم وعملكم في اللجنة، والقسم الآخر نسخره لقراءة رسائل الناس والأسئلة الموجهة لحضرتك دكتور. فحياك الله مرة أخرى دكتور. استلمت لجنة التعليم العالي بعد حياك الله دكتور مقدام ومرحبا. استلمت جنابك لجنة التعليم العالي بعد المرحومة غيداء كمبش، فشلون شفت اللجنة وشفت أدائها وعملها، وما هي أبرز تحدياتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور زيد، شكرا لمشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، حياكم الله. حقيقة في البدء أحيي شعبي وأهلي من الجنوب إلى الشمال، ابتداء منذ استلامي لرئاسة لجنة التعليم العالي بعد وفاة أختنا العزيزة دكتورة غيداء كمبش، ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يتغمدها بواسع رحمته هذه القامة العالية اللي تركت بصمة في مجال التعليم وفي مجال العمل التشريعي والرقابي في مجلس النواب العراقي لثلاث دورات متتالية، وتركت لنا أثر كبير وجرح لا يندمل. هذه الإنسان الراقية اللي كانت رئيسة لجنة التعليم العالي استلمنا المهام بعد وفاتها، سنكمل المسيرة إن شاء الله بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعدل ويدفع مسيرة التعليم العالي في العراق نحو الأمام بإذن الله. حقيقة مثل ما يعرف الجميع بأنه لجنة التعليم العالي كلجنة برلمانية واجبها تشريعي ورقابي. بالنسبة للواجب التشريعي اللي يخص مجال عملنا هو تشريع القوانين، وكذلك تعديل بعض القوانين اللي تحتاج إلى تعديل واللي تخدم مسيرة التعليم في البلد. كانت لنا خطة منذ البدء بأن يكون هنالك عمل ممنهج وخطة عملية. بالنسبة للجانب التشريعي هناك الكثير من القوانين اللي قسم من عدها مشروع قانون إجانا من الحكومة، وقسم مقترحات، وقسم تعديل القوانين من لجنة التعليم العالي. أبرز القوانين دكتور؟ أكثر هذه القوانين تمس، من أبرز القوانين حقيقة هو يعني مشروع قانون التعليم الأهلي والجامع الأهلي، التعديل الأول 25 لسنة 2016، بالإضافة إلى قانون معادلة الشهادة والدرجات العلمية، وكذلك الكثير من القوانين الأخرى اللي هي دعم صندوق التعليم من صندوق الأقسام الداخلية. أيضا هنالك لجنتنا تعتبر أيضا لجنة ساندة في بقية مع بقية اللجان لتعديل الكثير من القوانين الأخرى المعدلة على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات القادمة إن شاء الله. طيب دكتور، هل تتعرضون، يعني بعض اللجان يقال أنها تتعرض إلى ضغوط
سياسية في تشريع القوانين، تتعاملون مع القوانين من ناحية الحاجة التشريعية، أم أن هناك فعلا ضغط يمارس عليكم حتى تمررون يعني التشريعات والقوانين حسب رؤية صانع القرار أو الدولة العميقة أو الأحزاب المتنفذة، فشلون تديرون المسألة؟ موضوع القوانين اللي مطروحة حاليا في لجنة التعليم العالي يعني نحاول قدر الإمكان، وهي أيضا بعيدة عن التدخلات السياسية لأن الموضوع يخص التعليم العالي، وابتداء موضوع التعليم العالي يجب أن يفصل عن السياسة، وهذا ما نعمل عليه جاهدين، لأنه تدخل السياسة والأحزاب بالتعليم العالي سيؤدي إلى انحراف مسيرة التعليم العالي انحراف كبير، لكنه هذه المؤسسة الأكاديمية المهنية اللي تحتاج بأنه الكل يقف من أجل تقويم مسارها، وبعد ذلك دفع مسيرة هذا التعليم وإعادة الجامعات العراقية إلى مصاف الجامعات العالمية اللي للأسف الشديد خلال الفترة السابقة واللي احنا استلمناها كتراكمات خرجت الجامعات العراقية العريقة من التصنيف العالمي. هذه الجامعات اللي كانت ترى بالعين الرمداء أصبحت الآن لا ترى حتى في العين يعني تحت المجهر حتى من تبين. احنا خلال عملنا هذا القوانين اللي نشرعها إن شاء الله ستكون يعني تصب في مصلحة التعليم العالي ولا نسمح دكتور شلون تبعد الأحزاب وتدخل السياسة بهذا الموضوع. شلون تبعد التعليم العالي دكتور نعم. معذرة، شلون تبعد التعليم العالي عن الضغط السياسي؟ والتعليم العالي عبارة عن درجات وظيفية، عبارة عن عقود، عبارة عن شهادات ودراسات عليا، عبارة عن بعثات ومقاعد مجانية، منح، شلون ممكن تبعدها وهي خاضعة للمحاصصة؟ بالنسبة للقوانين اللي مطروحة على جدول أعمال لجنة التعليم العالي بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية. نحن في لجنة التعليم نجتمع أسبوعيا ونضع الكثير من الملاحظات على الكثير من القوانين، ولم نتعرض إلى أي ضغوط خلال هذه الفترة. وموضوع التعليم العالي أنت تعرف البلد مبني على نظام تعدد الأحزاب، وكل اللجان ممثلة بها الأحزاب، وكل البرلمان أيضا بمختلف الأحزاب الموجودة واللي هي محل تقدير واحترام. اختيار العمادات ورؤساء الجامعات والمدراء العامين اللي يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى خطة جديدة، لأنه قسم من اللي استلموا رئاسات الجامعات وعمداء الكليات في الفترة السابقة كانت هنالك تأثيرات حزبية وضغوطات ورشة. نحاول قدر الإمكان معالجة هذا الموضوع من خلال التكامل مع وزارة التعليم العالي، وإجراءاتنا الرقابية مستمرة في هذا المجال، ولن تثنينا أي معوقات واللي ممكن أنه نتعرض لها وتعرضنا إلها من خلال يعني وسائل التواصل الاجتماعي. السيد الوزير متعاون وياكم دكتور؟ اللي هي بالنسبة للسيد معالي وزير التعليم العالي رجل أكاديمي ومهني وابن المؤسسة، هذا الرجل يريد أنه يعمل ويخدم المؤسسة في هذا الوقت الصعب في ظل ظروف اقتصادية صعبة وموازنة تقشفية وظل جائحة كورونا، وأكو هنالك تكامل وتفاهم وتناغم من أجل دفع مسيرة التعليم. أنا رئيس التعليم ابن المؤسسة التعليمية، وأنا أستاذ في كلية الطب في الموصل، وأيضا دكتوراه في الأمراض الباطنية، ومتفهم لهذا الموضوع موضوع التعليم العالي، ولا يوجد أي تقاطع مع وزارة التعليم العالي طيب. بالشيء الذي لا يتعارض مع واجبنا التشريعي والرقابي وواجب الوزارة التنفيذي خلال الفترة دكتور الماضية والفترة اللي راح تجي إن شاء الله. كل لجنة في مجلس النواب عندها إيميل تستلم به شكاوي والرسائل، يقال بأنه لجنة التعليم العالي لا تتعامل مع الرسائل والشكاوى والملاحظات التي تردها، كيف تدافع عن هذه الملاحظة؟ لجنة التعليم العالي فيها إيميل وأيضا يعني هواتفنا وكل وسائل التواصل الموجودة، الواتساب والتليجرام والمازنجر، نستقبل بها شكاوي من كل أنحاء العراق ومن كل الجامعات العراقية، وهنالك العديد من الملفات اللي تخص الكثير من الجامعات، و
قسم من عندها اكتمل وتم استدعاء المعنيين من قيادات الجامعات والاستفهام من عندهم حول هذه المعلومات اللي وصلتنا، وقسم من اللي استدعيناهم خلال الفترة الماضية للأسف الشديد بعد ثبوت عليهم هذه المعلومات بدأوا يتبعون وسائل ملتوية لتشويش الشارع ولإبعاد هذا حرف هذا الموضوع باتجاه استهداف شخصي، استهداف مناطقي، استهداف مكوناتي. للأسف هذه أساليب رخيصة، احنا هذه كلها لن تثنينا عن مواصلة مسيرة الرقابة على كل المؤسسات، وسنضرب بيد من حديد بالقانون على كل من يحاول أن يمس المؤسسة التعليمية، ويجب أن يكون هنالك الشخص المناسب في المكان المناسب، ويجب أن يكون هنالك يعني فصل بين السياسة وبين التعليم، ونحتاج تكاتف القوى السياسية جميعا ودعم لجنة التعليم العالي في هذا الموضوع. هل استدعيتهم دكتور؟ وعدم الانجرار دكتور مقدام كل التلفيقات اللي تذكر وتمس لجنة التعليم العالي. هل استدعيتم يعني عمداء، رؤساء جامعات، مدراء عامين بسبب يعني ورود شكاوى عليهم، بسبب ملاحظات عليهم على عملهم تتعلق بقضايا إدارية، تتعلق بقضايا مهنية، تتعلق بقضايا تعليمية، تتعلق بقضايا فساد، دزيتوا على أحد واستجوبتوا أحد؟ نعم نعم دكتور زيد، أنا أسلفت لك بأنه الملفات اللي تخص جامعات العراقية من البصرة إلى الموصل إلى الجامعات الأخرى في الإقليم كلها اللي اكتمل الموضوع وملفة استدعيناه، و يعني بطريقة محترمة واستضافة في لجنة التعليم العالي لكون هذه القيادات أيضا يعني مهنية وأساتذة ويجب أن يحترموا، لكنه التشريع عفوا الرقابة والملفات اللي توصلنا شكل واللي نتعامل بها بمهنية، والتعامل الأخلاقي أيضا شكل آخر، نتعامل قلت لك مع الجميع بمهنية وأخلاقية و بكل احترام، من تثبت عليه أي شائبة وصحة في المعلومات اللي توصلنا توحد وترسل إلى الجهات الرقابية القضائية لتأخذ مجراها القانوني الحقيقي، ونحن مستمرين في هذا الموضوع. يعني قبل أسبوع يعني صارت استضافة لأحد الكوادر الجامعية بقيادات الجامعية الموجودة حول ملفات كثيرة، هذه الملفات مثبتة رسميا بعد الاستفهام من الجهات اللي صادر من هذه الوثائق، وبعد قلت لك مع كل الأسف انه بعد ثبوت هذه يعني الوثائق وصحة هذه الوثائق اصبح هنالك تشويش على الرأي العالمي والرأي العام بصورة عامة من اجل خلط الأوراق وحرف هذا الموضوع. يعني احنا هذا قلت لك لن تثنينا هذا الموضوع عن مواصلة الدولة الرقابي، ومستمرين ان شاء الله. دكتور بالنسبة للدرجات الوظيفية والعقود في وزارة التعليم العالي، هذه القضية شلون تتعاملون معها من ناحية توفيرها؟ الآن تدري أكو ضغط جماهيري، أكو تظاهرات تطالب بدرجات وظيفية واستحقاقات من مختلف التخصصات، من مختلف يعني أنواع الشهادات، سواء شهادات الأولية أو الشهادات العليا، فشلون راح تحلون يعني طموح الناس في التعيين وفي الدرجات الوظيفية في ظل الوضع القائم بالبلد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى محاصصة هذه الدرجات ما بين الأحزاب والقوى المتنفذة؟ بالنسبة لموضوع الدرجات الوظيفية في وزارة التعليم العالي، حقيقة يعني ابتداء وزارة التخطيط لا تمتلك مسح ميداني حقيقي لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الماضية. الآن وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط بمقترح من لجنة التعليم العالي ستجتمع وتضع خطة خمسية لمدة 5 سنوات مقبلة تعتمد على مسح ميداني جديد، طبعا هو مستند على أساس حاجة سوق العمل والاختصاص المطلوب، وكذلك التقليل من دراسة الماجستير على حساب الدكتوراه، لكون أنه اللي يدرس دكتوراه يكون متفرغ جزئيا، يعني الجامعة ما راح تخسر يعني خدمات هذا الطالب اللي حاصل على الماجستير راح يقدم إلى دكتوراه، على عكس من الماجستير اللي يحتاج إلى تفرغ تام. خلال الفترة الماضية هنالك الدرجات الحذف والاستحداث ودرجات العقود،
واللي توزعت على كل الجامعات العراقية حسب السعة وحسب الطاقة الاستيعابية لها. يعني الطريقة اللي تقدموا بها حول القبول كانت قسم منها الكتروني وقسم منها ورقي، وترفع إلى وزارة التعليم العالي، لكنه تصطدم بالتخصصات المالية في وزارة المالية، وأنا أكدت في كتب رسمية من لجنة التعليم العالي على وزارة المالية على ضرورة إطلاق هذه الدرجات الوظيفية بالنسبة للعقود، ونحن مستمرين بهذا الموضوع، وستكون هنالك لنا لقاءات مع لجنة المالية في البرلمان بعد وصول الموازنة، لأن حقيقة لحد الآن هي لم تصل إلى أروقة البرلمان ولم تصل اللجنة المالية. نحاول بأنه بكل الوسائل وبكل الطرق وبجهود أخواننا في اللجنة المالية بتضمين فقرات تضمن تخصيص يعني نسبة 50-40% من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حملة الشهادات العليا. أنا قلت لك أسلفت بسبب عدم وجود مسح ميداني حقيقي، صار عندنا تخمة بالشهادات العليا، وأخواننا وأبنائنا الآن يفترشون أمام وزارة التعليم العالي المطالب بالتعيين، وهذا شيء مؤسف. أنا التقيت بنخبة من هؤلاء الأخوان الأعزاء واستفهمت من عندهم عن مطالبهم، وأوضحت لهم بأنه لجنة التعليم هي على مسافة واحدة من كل الطلاب ومن كل حملة الشهادات العليا، سواء تحت راية تجمع أو غير ذلك، لكنه للأسف قسم من الاعتصامات اللي تحصل تجمع وطن. أنا حقيقة يعني تفاجأت عاتبين على رئيس لجنة التعليم العالي أنه أنا ما مستقبلهم، هذا الكلام غير صحيح، أنا على مسافة واحدة من الجميع، لكنه طيب يعني أحذر من موضوع استغلال الاعتصامات وطلب الحاجة بالنسبة لحملة الشهادات استغلالهم لأغراض انتخابية. أبواب لجنة التعليم العالي مفتوحة للجميع على مسافة واحدة من الجميع، وكل من يجينا إلى لجنة التعليم العالي مرحب به، وكل من يتصل بنا نجاوبه، وكل من يحتاج إلى موعد ننطيه، لكنه لم يطرق بابنا أحد ورجعنا. دكتور خلينا نمضي إلى يعني أسئلة الناس و ملاحظاتهم. أنا يعني بالاتصال ما قبل البرنامج قلت لجنابك أني راح أخليك متواصل مع الناس من خلال الأسئلة التي تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر وعلى صفحتي الشخصية. الناس كثيرا سئلت عن الجامعات الأهلية والتخفيضات، هل بالإمكان أن تتدخل لجنة التعليم العالي لتخفيض أجور الجامعات الأهلية، لا سيما في ظل هذا الظرف الصعب، وأن الدوام يعني أصلا كان جزئي للعام الماضي، ولحد الآن أكو شهادات محجوبة عن الطلبة بسبب عدم استكمال دفع الأجور؟ طبعا بالنسبة للتعليم الجامعي الأهلي بالقانون الموجود حاليا لا صلاحية لوزارة التعليم العالي على فرض إرادتها وسلطتها على التعليم الأهلي، إلها التعليم الأهلي والجامعات الأهلية استقلالية مالية وإدارية. بالتعديل الجديد اللي التعديل 25 لسنة 2016 راح يكون هنالك إضافة فقرة بإشراف ومراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين النافذة، يعني بعد ما نصوت على القانون التعديل وينشر في الجريدة الرسمية تصبح لوزارة التعليم العالي السلطة على الجامعات الأهلية. تصدر يعني وزارة التعليم العالي تعليمات وقوانين وتصدر يعني أوامر على الجامعات الأهلية، لكنه تبقى الجامعة الأهلية هي حرة في تنفيذ هذا الأمر أو من عدم تنفيذه، حتى بعد ما تخضع لإدارة وقوانين التعليم الحكومي تبقى مستقلة من الناحية المالية والإدارية. نعم، استغلال مالي وإداري، لأنه التعليم الأهلي يعني يفصل عن التعليم الحكومي، لأن هذا الموضوع إحنا تعديل هذا القانون مبني على لا ينفر المستثمر بل نجذبه إلى البلد حتى يستثمر، وبنفس الوقت ما نريد أنه يكون يعني سلطة المستثمر أعلى من سلطة الوزارة أو سلطة الجامعات الأهلية أعلى من سلطة الوزارة. التعليم الأهلي هو عمود من أعمدة التعليم الحكومي ومن أعمدة. والله دكتور البعض يعتقد بأنه التعليم الجامعي، معذرة، البعض يعتقد بأنه التعليم الجامعي الأهلي هو سر من أسرار فوضى الخريجين بالعراق، شنو رأيك؟ لا يعني إحنا ما نقدر نظلم التعليم الأهلي، أكو هناك جامعات رصينة، أكو جامعات يعني
يعني ربما تفوق من حيث الإمكانيات والمختبرات ومن حيث أيضا الكادر التدريس الموجود بها حتى الجامعات الحكومية، وبالعكس أكو جامعات اللي نعتبرها حقيقة يعني تهز موضوع الرصانة العلمية وتأثر عليها، واللي احنا نقصدها قانون التعليم الأهلي بتعديله الجديد سوف يعالج طيب به كل الأخطاء اللي كانت سابقة موجودة. لماذا حملت الشهادات العليا دكتور يعني جاي يدفعون نحو الكليات الأهلية في قضية التعيين؟ لماذا يبعدون نحو يعني التعيين المركزي في الجامعات ومؤسسات الحكومة وجاي يدفعون إلى الكليات الأهلية؟ يعني هذا حل برأيك؟ طبعا هو بالنسبة لحملة الشهادات البلد يمر بضائقة مالية، يمر بأزمة اقتصادية باعتبار أن البلد يعتمد على النفط، وبسبب جائحة كورونا ونزول يعني سعر الدولار وسعر برميل النفط العفو أثر على التخصيصات المالية. فعلاج وقتي، أنا ما أقول لك هذا هو العلاج الصحيح، العلاج الصحيح هو أن ينخرطون في المؤسسات الحكومية ويخضعون لقانون الخدمة الجامعية ويكونون من أعمدة الجامعات، لأن الجامعات تبنى بمهنيها وأكاديميها والمبدعين وحملة الشهادات. لكن أنا أعتبره هذا حل ترقيعي أو حل وقتي لحين تخصيص درجات وظيفية تضمن لهؤلاء حملة الشهادات أنه يكونون ضمن الجامعات الحكومية إن شاء الله. تجمع وطن يعني أكدوا في أكثر من مناسبة بأنهم موعودين من رئيس الوزراء في قضية التعيين، ليش التأخير؟ باختصار دكتور. نعم دكتور زيد، موضوع التعيينات هو مو موضوع سهل، هو مو موضوع يعني كلام. سيد رئيس الوزراء ايضا عنده رؤيه بهذا الموضوع، واعتقد كل حملة الشهادات هم من الطبقه المثقفه واللي يعرفون بانه لا توجد درجات وظيفيه بالوقت الحاضر، لكنه بعد اقراء الموازنه لربما يكون هنالك يعني تخصيصات ماليه تضمن تعيين الكثير من عندهم ان شاء الله، لكنه تأخيرها هو بسبب الموازنة، ماكو درجات وظيفية. يعني هسه احنا محكومين بعد 31/12/2019 بإيقاف كل التعيينات والعقود والأجور اليومية والتنقلات. طيب. وتأخرت موازنة 20 بسبب ظروف كورونا. فنأمل إن شاء الله بعد إقرار الموازنة راح تكون هنالك حل لهذا الموضوع، و إن شاء الله تعالج هذه المشكلة. طبعا دكتور أتمنى يعني تعرف اكو هواية رسائل، فذلك أتمنى من جنابك يعني نعم. بعد لطفك أن تكون الإجابة جدا مقتضبة ومركزة. صار أي والله دكتور. صار. الناس تسأل طلبة الدراسات صار. المسائية تعرف هؤلاء يدفعون الشباب أجور أيضا، يعني ما إمكانية نعم. تخفيضها أو إلغائها في ظل الظروف اللي يمر بها الطالب والوضع العام للبلد؟ وزارة التعليم العالي أصدرت يعني قرارات خلال الفترة الماضية بتخفيض الكثير من الأجور بالنسبة للموازي، بالنسبة للمسائي، يعني بنسب وصلت إلى 50%. يعني موضوع الجائحة هو يعني ضرب كل مفاصل الحياة، ووزارة التعليم يعني عالجت اللي تقدر تعالجه خلال هذه الفترة، ونأمل بالعام المقبل إن شاء الله راح تكون هنالك أيضا يعني حلول أخرى. الخريجين الأوائل دكتور، لماذا لا يعني يتم سن قانون أن هؤلاء الخريجين الأوائل خاصة الثلاث الأوائل يتعينون تلقائيا، ماكو حاجة لا محاصلة لا واسطات، عبارة عن معيار ثابت دكتور؟ شنو يمنع يعني تعيينهم الخريجين الأوائل دكتور؟ دكتور قانون 67 سنة 2017 اللي صوت عليه البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية أصبح بعد نشر بالجريدة الرسمية نافذ المفعول، اللي هو تعيين الثلاثة الأوائل على الأقسام في الكليات، الأوائل على الأقسام. لكن للأسف وزارة المالية خلال الفترة السابقة اللي مضت لم تطبق هذا الشيء، فقط الأوائل على الكليات تم تعيينهم بالجامعات. سألتوهم كلجنة مالية لماذا يعني هذا التأخير دكتور؟ بسبب يعني بضعف التخصيصات المالية، بسبب الضائقة المالية احنا خلال هاي الفترة، لكنه خلال الموازنة هاي اللي راح يعني يصير بها دراسة ويصير بها لقاءات متعددة مع كل اللجان ومن لجنة التعليم العالي، أنا هيئت طلب إلى وزارة إلى اللجنة المالية، وسوف نجتمع مع رئيس اللجنة المالية الأخ دكتور هيثم لإمكانية
تضمين هذه الموازنة بفقرة تنص على إلزام الحكومة بتطبيق هذا القانون وتعيين الثلاثة الأوائل على الأقسام. يعني هذا الحكي نأمل بموازنة 2021. أنا ما يعني إن شاء الله بعد ما نلتقي مع اللجنة المالية ونشوف رأيهم بهذا الموضوع. عبر قناة الفلوجة قدم وعد للطلبة للخريجين الأوائل، قل لهم نوعدكم راح نلتزم ميزانية 2021، أنتم متعينين، أنتم أوائل تستحقون. دكتور زيد، أول الكلام مطلوب، موضوع أنه أنطي وعاد بهاي الظروف ما حد يقدر أنطي وعاد. أنا أوعدهم بأنه لن نقصر في هذا الموضوع. طيب، نعمل جاهدين مع اللجنة المالية بكل ما لدينا من إمكانيات وتعاون مع اللجنة المالية لكي نضمن الموازنة الجديدة فقرة تضمن تطبيق هذا القانون وتعيينه. التعليم الإلكتروني، أكو عقل جمعي عراقي يقول أن التعليم الإلكتروني فاشل، شلون قابلين به دكتور مقدام أنتم في لجنة التعليم العالي؟ دكتور، موضوع التعليم الإلكتروني يعني ما كلمة قاسية، هاي موضوع فاشل لكنه بي سلبيات، خلينا نقول بسبب لا يا دكتور زيد، موضوع التعليم هو طبعا حداثة التجربة على البلد بسبب يعني قلة الإمكانات الإلكترونية، قلة الكوادر اللي تعمل على هذا النظام. ما ممكن أنه نقارنه مع النظام التقليدي اللي احنا متعودين عليه خلال الفترة اللي الماضية، لكن السلبيات هذه نأمل أنه تعالج، ولكن قبلها ندعو من الله سبحانه وتعالى أنه يفرج عنا هذه الجائحة ويرجع الطلبة إلى مقاعدهم، وترجع الجامعات تزهو بطلبتنا الأعزاء وإلى مقاعدهم الدراسية. لكنه إذا استمرت هذه الجائحة، طبعا أقرت وزارة التعليم العالي نظام الدوام المدمج اللي راح يكون الكتروني كنظري، وبالنسبة للعملي راح يكون على شكل جروبات صغيرة مع الالتزام ب. لكن دكتور، أنا اللي أرجو نيابة عن الطلبة بأنه لا تعاد تجربة الامتحان الإلكتروني. تجربة الامتحان الإلكتروني بالعراق كانت نتائجها سلبية جدا بسبب الغش وبسبب سوء إدارة هذا الموضوع الإلكتروني. إحنا ما عندنا خبرة بإدارة هذا الموضوع بالطريقة اللي شفناها بامتحانات الجامعات دكتور، حتى نكون صريحين. نعم، بالنسبة للدوام نظام التعليم المدمج أنا وضحت لك إياها، بالنسبة للامتحانات النهائية سواء الأولية والدراسات العليا راح يكون امتحان حضوري ورقي بالقاعات مع الأخذ بإجراءات السلام. طيب، مصير التعيينين الخريجين الأوائل، الإجازات الدراسية والدراسة خارج القطر، ليش ما يوسعون مقاعد الدراسات العليا على النفقة الخاصة أحسن من الطلاب يأخذوها من الخارج والعملة تروح لغير دولة؟ شلون أتعلق على هذا الفكرة دكتور؟ دكتور زيد، احنا موضوع الدراسات العليا، مو انا قلت لك زيادة اعداد الدراسات طلاب حاملي الشهادات العليا هو بسبب سوء التخطيط وبسبب عدم وجود مسح ميداني حقيقي. انا ما يصير عندي اعداد كبيرة من الخريجين يفترشون الشوارع الان ويطالبون بتعيينات وارجع انطي ايضا دراسات اخرى واسوي تراكم. يحتاج انه نقلل من الاعداد ومن النوع الاختصاص اللي قلنا الماجستير يقلل على حساب الدكتوراه، وموضوع انه التوسعه بالنسبه للدراسات العليا يجب ان تكون محكومه بخطه، هذه الخطه مبنيه على استراتيجيه حقيقيه وتخطيط حقيقي لكي يكون هنالك توازن بين عدد الخريجين اللي يحملون الشهادات العليا وبين سوق العمل وتعيينهم بمفاصل الدوله اللي متمثله بالوزارات كلها. دكتور، موضوعة الدوام المدمج هذا محكوم بالظروف لو راح راح يعني يمشي كسياق طيلة العام بغض النظر عن أعداد كورونا أو وضع كورونا بالبلد. ابتداء موضوع التعليم المدمج سيكون يعني لحين انجلاء هذه الجائحة، وبعدين يرجع طبيعي في حال انتهت القضية بالقريب العاجل، يعني ماكو إمكانية مراعاة التباعد الاجتماعي في توزيع الطلبة والدوام حتى يصير طبيعي بوجود تباعد اجتماعي لو هذا صعب؟ لا صعب، لأنه تعرف أنت الطالب مو بس بالقاعة، ممكن يطلعون يتجمعون برا بالساحة، ممكن يتجمعون بالكافتيريا. وإحنا حقيقة يعني الوزارة ولجنة التعليم العالي وكل الحكومة حريصة على الطلاب وحريصة على يعني تقييد وتحجيم هذا المرض وهذا الوباء. يعني إن شاء الله نقول تخف الأزمة وتنجلي هذه الغمة
وتعود الطلاب الى مقاعدهم مطمئنين بدون كمامه بدون كل شيء ان شاء الله. دكتور قضيه الكليات الاهليه ايضا اسمع منك اجابه باختصار، لا زالت الرؤيه بان تعدديه وكثره التعليم الاهلي وتحول الى خيار استثماري بحت آذى التعليم واساء للتعليم ربما ولجوده الخريجين في بعض الاحيان، هذا مو كلامي هذا كلام الناس، فأكو رؤية يعني جعل التعليم العالي ينكمش ويبعد عن قضية الاستثمار بمقابل دعم التعليم الحكومي والجامعات الحكومية؟ أنا قلت لك موضوع التعليم الأهلي الجامعي هذا تعليم موجود في كل الدول العالمية، لكن يجب أن يكون خاضع لقانون يسن من أجل تنظيم عمل هذا المفصل الحيوي من مفاصل التعليم العالي. حقيقة بالعراق التعليم الأهلي غير محكوم بهذه القوانين اللي تنظم عمله، لربما يكون المستثمر هو يعني صاحب اليد العليا على الموضوع، ولكنه بالتعديل اللي احنا ان شاء الله بالقريب العاجل راح يصوت عليه يعني بعد قراءته سينظم عمل هذا المفصل الحيوي اللي هو التعليم الجامعي الأهلي الكلية، ونأكد على موضوع الرصانة العلمية. نعم. عفوا دكتور، الكلية التربوية المفتوحة لماذا لا يتم مساواتها مع الجامعات الأخرى؟ قانون يعني احنا ساعدنا قانون اسلفت لك القوانين من ضمنها قانون التربية المفتوحة، كلية التربية المفتوحة سينظم بقانون و يعني بعدة فقرات. يعني شغالين عليه تقصد؟ شغالين ومطروح من ضمن القوانين اللي اسلفت هسه بذكرها عن القوانين المشتركه بين لجنه التعليم العالي وبين لجنه التربيه، واليوم كان عندي لقاء ايضا مع الاخ دكتور قصي رئيس لجنه التربيه حول هذا الموضوع، عندنا ايضا بكره ان شاء الله لقاء لوضع اللمسات الاخيره على هذا القانون لرفعه الى رئاس مجلس النواب لقراءته قراءه ان شاء الله. هل هناك رؤيه لتطوير المناهج التعليميه دكتور سريعا؟ نعم. هل هناك رؤية لتطوير المناهج التعليمية في الجامعات العراقية؟ طبعا بالنسبة يعني هو هذا الموضوع يعني مكفل لوزارة التعليم العالي، ناقشنا مع السيد معالي وزير التعليم العالي هذا الموضوع بمراجعة المناهج الموجودة حاليا وإمكانية إضافة شيء جديد يتناسب مع التطور العلمي الحاصل في مختلف بلدان العالم ويتناسب أيضا مع طريقة التعليم الحالي الموجودة اللي هو التعليم الإلكتروني. إن شاء الله يعني هذا الموضوع ماخذينه بنظر الاعتبار، وأكو جهود حثيثة من أجل يعني إيجاد طرق جديدة وتحسين المناهج. أكو أيضا هاشتاج فاعل وعقل جمعي يطالب بإلغاء قرار الموازي، دكتور مقدام شو رأيك؟ نعم تحقيق هذا دكتور مثل ما تعرف هو موضوع طبعا موضوع الموازي هو قبول 10% على الطاقة الاستيعابية للكلية، يعني فرق بين المقبول وبين غير المقبول درجتين، يعني هذا الطالب ممكن يكون اللي قبل كلية الطب معدله 97 درجتين اللي هم يعني 95 96 95 يقبل، لو التعليم الموازي لكان هؤلاء الطلاب اللي طلعوا هيك معدلات عاليه كان راحوا للتعليم الاهلي، لكنه الجامعه او الكليه من تستوعب هيك عدد خارج طاقتها وتستوفي من الطلاب عدد يعني مبلغ لتحسين وضع المختبرات وتحسين وضع الكليه، يعني هو هذا النظام، يعني هذا موجود في كل اكثر اغلب دول العالم المتطوره، ف يعني لا يوجد ضيف في هذا الموضوع، مو كل شيء موجود ولا يتقاطع بس اذا تسمح لي دكتور فضل. اكو من يقول بانه يتعارض مع يعني التعليم حق مكفول للجميع، لكنه احنا نقدر نضغط على وزاره التعليم العالي ونلغي هذا الموضوع الموازي، بس لا بعدين اذا قبل ابو 97 وطلع ابو 95 غير كلية يجي يدور بأنه لازم يقبل بالهذه، لازم يروح وين يدور؟ يدور قبول بالأهلي وأيضا يدفع فلوس. دكتور مو كل تجربة موجودة في دول العالم ما يخالف، مو كل يعني تجارب دول العالم بالإمكان أن تنجح عندنا، خاصة يعني قضايا تتعلق بالتعليم وتتعلق بالتربية.
شوية يعني يحتاج الموضوع تدرب. دكتور هو هذا لا لا هسه التعليم الموازي هو يعني التعليم الموازي اللي يطبق بالبلد هو لأنه قسم من بالفترة اللي راحت يطلع معدل 95 ويروح كلية تمريض 95 ويروح يدور لمعهد اللي هي الكليات والمعاهد اللي بعد التخرج يتعين بيها، يعني الطالب يدخل الكلية حتى بعد ما يتخرج يروح يتعين. فمن صار تعليم موازي فرق عن اللي انقبل بالحكومي عن الغير مقبول درجتين، هذا يعتبر فشي كبير. فمن يصير تعليم موازي راح ينخرط بالتعليم الحكومي، واقول لك مكان ما يروح على التعليم الاهلي يجي على التعليم الحكومي. مكان دكتور ما نضع معالجات جانبيه، لا خلينا نعدل سياق. ليش اللي يطلع معدل 97 يدخل كليه تمريض؟ احنا يعني لما كنا طلاب قبل اللي يجيب 97 ما ينقبل ممكن كلية طب بغداد، ينقبل مستنصرية، ينقبل محافظات. الآن الآن اللي دا يجيب معدل 97 يعني شنو مخرجات التربية دكتور؟ نعم يعني أقصد ما لكم علاقة بها، يعني ليش ما مخرجات التربية ليش ما تشكل لجنة لجنة دكتور لإعادة صياغة هذا الموضوع؟ ما معقول اللي نعم. اللي يطلع معدل 98 يجوز حتى هندسة ما ينقبل. دكتور زيد خلي أخذ معك موضوع، وصلت الفكرة حتى أيضا ما نأخذ منطول ونأخذ وقت من البرنامج. موضوع مخرجات التربية يعني إذا هم الأكثرية معدلاتهم عالية، هي أكو طاقة استيعابية لكل كلية في كل جامعة، مثلا كلية الطب جامعة البصرة تقبل عدد معين حسب المعدلات. إذا كل المعدلات الطلاب جايبين 99 98 ابتداء راح يبدون من الأعلى وإلى أن بالأعشار مثلا ممكن يصل إلى 97.5 ويتوقف، هاي الطاقة الاستيعابية. نزولا إلى الدرجتين ممكن ينقبل عن طريق الموازي، هو هذا السبب انه المعدلات تكون عاليه. لكن من تكون معدلات يعني منخفضه ممكن يكون 95 94 انا متفاوت. والله دكتور انا راح اخليها في المعدلات سياق اللي تصدر من التربيه، راح اخليها في سياق ايضا الحلول الترقيعيه المتبعه في اداره الدوله بصوره عامه. لا يعني هذا الموضوع متعلق بوزارة التربية يا دكتور، ما يخالف حتى لو متعلق التربية. حتى لو متعلق بوزارة التربية دكتور، احنا نشخص مشكلة غير مألوفة ان طالب يجيب 97 ينقبل في كلية تمريض، يعني ما معقولة، يعني هذا مو منطقي. أوسع له الجامعات حتى نحتضنها، أو السعلة الجامعات دكتور أفضل ما أجيب له تعليم موازي وقاعدة الأمور تدار بهذا الطريق. على أي حال على قولتك خلينا نمشي ونستثمر بقية الأسئلة. تمام قانون تمام البعثات. دكتور بس أيه. بس أعرجك على موضوع اللي هو التراكمات اللي إحنا وصلنا إليها بالوقت أيه. الحالي أيه. واللي هي للأسف الشديد عدم وجود توسعة في الجامعات. أنت هذا الموضوع النقطة يعني تكون صادق بها، لكنها مو يعني هذه تراكمات سابقة. فقرة في قانون البعثات يجب تعديلها، شرطا يكون درجة الماجستير 75. نعم. هذا إجحاف، لأن أصل المادة كانت في السابق 70. أكو إمكانية تتعدلون قانون البعثات أو تراجعوا إذا تلقون به ثغرات؟ والله بالنسبة لقانون البعثات، أولا هو يعني صلاحية هيئة الرأي بالوزارة، وطبعا هو هيئة الرأي هم كلهم أكاديميين ورؤساء الجامعات والكادر المتقدم بالوزارة. ومن صار 75 بدل 70 هذا مبني على دراسة، طبعا نتعامل بمهنية وحرفية وليس بعاطفة مع هذه القوانين، لأنه حرصا منا على الرصانة العلمية. ليس كل ما يطلب ينفذ، أكو قوانين وأكو تعليمات وأكو دراسة وأكو تعامل مهني بهذا الموضوع حتى نحقق الغاية. طيب. الكبرى وهي تطوير مسيرة التعليم بالبلد وإرجاع الجامعات إلى مصاف الجامعات العالمية. أرجع لقضية التعليم الإلكتروني. أنا ليش قلت عليه فاشل دكتور والناس تقول عليه فاشل؟ يقول التعليم الإلكتروني الفاشل تجارب مختبرية. نعم. تجارب مختبرية ماشي نتحملها من الناس دكتور ما يخالف. تجارب مختبرية لم تعطى. طيب. تدريب صيفي في مديريات أعلنت إفلاسه وإيقاف المشاريع فيها. خرجنا هذا العام تعليم صفر، تجارب صفر، وتدريب صفر، وشكر الله سعيكم. مصطفى يقول فسريعا أيضا حتى نرجع لقضية التعليم الإلكتروني. هاي دكتور أقترع عليك بأنه هاي الملاحظات تسجل حتى تناقش مرة أخرى في لجنة التعليم. نعم نعم نعم
دكتور بالنسبة للتعليم الإلكتروني هو بسبب هاي الظروف احنا لجأنا لهذا، هو هذه يعني أسوأ الحلول، بس احنا حتى ما يتوقف التعليم يعني ما أقدر أجيب الطلاب أخليهم قاعة وأخلي الوباء ينتشر. احنا السلامة أولا وصحة الأبنائنا وإخواننا الطلبة هي فوق كل شيء. أين فإحنا رغم الإمكانيات البسيطة وحداثة التجربة يعني مشت الأمور. دكتور شلون حداثة التجربة وصار لنا 17 سنة؟ أين درجات الحذف والاستحداث؟ حداثة التجربة الإلكترونية. أين درجات الحذف والاستحداث التي أعلن عنها وزير التعليم العالي في وقت سابق؟ جاوب دكتور. درجات الحذف والاستحداث اللي قسم من عندها أطلقت من قبل وزارة المالية والقسم الآخر لم تطلق، وتم توزيعها إلى الجامعات، والجامعات تأخذ الأعداد الموجودة عن طريق الرابط الإلكتروني، عن طريق المقابلات، عن طريق شروط ضوابط، وترفعها للوزارة وبعدين إلى وزارة المالية ليصادق عليها. أكو بسبب هاي الظروف الحالية اللي نمر بها من بداية الجائحة ولحد الآن، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي مر بها البلد، أكو مشكلة بهذا الموضوع وتأخير. ليس السبب هو وزارة التعليم، بل هو بسبب يعني تعليمات وزارة المالية. طيب أنا بروفيسور في الجامعة، مقيم في إيطاليا، مدير المشروع الذي أوكل إلى وزارة التعليم العالي والجامعة بتأسيس مشروع معالجة الخلايا النخاعية وزرع النخاع، لم أستلب راتبا واحدا. دكتور قضية الكفاءات في الخارج اللي هم عندهم مشاكل وحقوق لم يتم استلامها، ممكن تفتحون إيميلات الوزارة أو عفوا اللجنة في سبيل التعامل مع مثل يعني نعم. هذه الكفاءات عسى ولعل تنصفوهم، وعسى ولعل أن نسوي لهم واس يرجعون حتى يساعدوكم في هذه الحداثة اللي صايرة بالبلد وأدت إلى فوضى. طبعا يعني أكو قانون عودة الكفاءات للبلد. إيميلات لجنة التعليم العالي أيضا مفتوحة، واستلم الكثير من الطلبات من القامات والأكاديميين والبروفيسورية الموجودين خارج البلد، سواء بمتعلقات مالية سواء برغبة بالعودة. نحن متبنين هذا الموضوع، لكن فرادة تصلنا هذه الطلبات ونرفعها إلى وزارة التعليم العالي، واللي ما يتعارض مع التخصيصات المالية تمشي، واللي قسم من عندها يتعلق بإقرار الموازنة أيضا بعد إقرارها راح تمشي إن شاء الله. دكتور قضية الجامعات العراقية اللي جاي تفتح يعني خاصة الأهلية، أنتوا عندكم علم يعني بقضية الاعتراف بها في الجامعات الأخرى؟ ممكن الناس تطلع تريد تدرس برا، ولأنه خريج هذه الجامعة ودافع ملايين ودرس وتعب ويعني في سبيل أنه يدرس برا دراسات عليا، لكن الجامعة غير معترف بها. هاي شلون تتعاملون مثل هذه القضية المعقدة؟ دكتور الطالب اللي يريد يدرس خارج البلد بأي جامعة يجب أن تكون هذه الجامعة ضمن التصنيف العالمي المعترف به من قبل وزارة التعليم العالي. أكو عدد من الجامعات معترف بها بوزارة التعليم العالي، يجي يقدم إلى طلب إلى وزارة التعليم العالي. إذا هاي الجامعة اللي يروح يدرس بها برا معترف بها راح يفتح له ملف ويروح يدرس، بعد ما يكمل يجي تعادل الشهادة مالته. قسم من إخواننا الطلاب يروح يدرس على بجامعات غير معترف بها وجامعات غير رصينة، وبعد ما يكمل دراسة يجي يفتح ملف لا معدل ويقبل، ولا هاي الجامعة معترف بها، ويبدي ناشد يطالب بأنه وزارة التعليم تعترف بشهادته. احنا حفاظا على الرصانة ما ممكن انه اي طالب يجينا من اي جامعة ما نعرفها وغير مثبتة ضمن دليل وزارة التعليم العالي انه نفتح له ملف نعادل شهادته وتمشي الامور، وخاصة المجموعة الطبية، لان هذا يعني موضوع حساس، موضوع خطر يتعامل مع صحة الناس، فهذا لا يمكن ان نساوم على هذا الموضوع. وثائق الاطباء المفروض تعطى دون قيد او شرط، ليش ما ينطوها وانت طبيب دكتور؟ صدر قرار بعد إيقافها لفترة السنوات الثلاث السابقة، وصدر قرار بإطلاق هذه الوثائق، والآن وزارة التعليم العالي أصدرت كتب إلى الجامعات ومن الجامعات إلى الكليات، ومن اليوم بدأت الجامعات والكليات الطبية صيدلة وطب أسنان وطب بإطلاق الوثائق للطلاب. يعني طيب. انهينا هذا الموضوع اللي يعتبر أيضا من نشاطات لجنة التعليم العالي خلال هاي الفترة اللي يعني تقريبا شهر. احد يسال هذا الموضوع دكتور، وبتعاون مع لجنه التعليم العالي مشت الامور. انا مؤتمن بقراءه الرسائل، احد المراسلين يقول حاضر. يعني يقول شنو تحصيل الدكتور مقداد الجميلي العلمي حتى يصير رئيس لجنه التعليم النيابيه؟
أنا أستاذ دكتور في كلية الطب بالموصل، وحاصل على شهادة الدكتوراه بالأمراض الباطنية والقلبية، ومدير للتخطيط في جامعة نينوى قبل دخولي إلى البرلمان. طيب، أيضا مؤتمن على 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 السؤال: ما المشكلة في جامعة الموصل، وما حقيقة محاولة جنابك دكتور ابتزاز أساتذة الجامعة لمصالح شخصية؟ اعذرني، يعني هذا السؤال ممكن يكون يعني حساس أو أنه فيه تفاعل إعلامي، لكن أسأل الكيا ولازم تجاوب طبعا دكتور. نعم دكتور زيد، أولا أنا ابن جامعة الموصل، وأنا أعرف أكاديمية الموصل وأساتذة، وأنا تخرجت على أيدي هؤلاء الأساتذة لهم الاحترام والتقدير. أنا صار لي تقريبا سنة ما واصل جامعة الموصل، وتقصير من عندي حقيقة بسبب الظروف، انشغلنا في بغداد حقيقة. الوثائق والملفات واللي تصلنا عن طريق إيميل لجنة التعليم العالي حول جامعة الموصل ملفات كثيرة، لكن ليس من أخلاقيات عملنا أنه نشهر بهذه الجامعة وكل الجامعات الأخرى. طبيعة عملنا هو طبيعة عمل مهني، لا نتعامل باستهدافات شخصية، لكن للأسف من تثبت عليه الإدانة يبدأ بتلفيق التهم على لجنة التعليم العالي بأنه حصل ابتزاز. طيب، وبدون دليل. وهذا طبعا أنا أيضا يعني أذب اللوم على بعض القنوات الفضائية المحترمة اللي إلها تاريخ واللي إلها سمعة، أنه تنقل هكذا أخبار تمس السلطة التشريعية دون التأكد من هذه الأخبار. دكتور مقدام ابن مدينة الموصل، ابن جامعة الموصل، نحتاج إلى تقويم هذه الجامعة، داعمين إلها، داعمين أساتذتها. والله دكتور، يعني مدينة الموصل، يعني مدينة الموصل تحتاج مو بس جامعة الموصل، كل مفاصل مدينة الموصل تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى جهد من عندكم. تعليق مهم. قضيتنا الكبرى تحتاج، ونحن إن شاء الله حاضرين. أنا أيضا مؤتمن على هذا على هذا الرسالة. قضيتنا الكبرى شهداء حرب إيران. ليش هيئة التقاعد دا تنطي رواتب وحاسبتهم شهداء، أما وزارة التعليم ومؤسسة شهداء ما تحسبهم شهداء؟ عجيب، شتى تناقض وتلاعب. الكل استفادت من شهدائها في النقل والبعثات. أي دكتور؟ دكتور احنا مثل ايش طلبات تصل الى لجنة التعليم العالي؟ هذا الطلب لم يصل حقيقة، ما وصلنا ايش طلب. ممكن يوصلكم على الايميل؟ كل الطلبات تصل لجنة التعليم العالي. ممكن اي شخص يعني ممكن يراجعنا بعد نهاية البرنامج، اعطيه تليفوني يتصل به حتى يجينا الى لجنة التعليم، او يراسلنا عن طريق الايميل ويقدم يعني طلب هذا الموضوع حتى يكون يعني إجراء لكل اللي مشمولين بهذا الموضوع إن شاء الله. طيب، أبداً لن نقصر. كثير من أهلنا، طلابنا، أكاديمينا، أساتذتنا. أرجع لقضية الموازي. عندما أقر قرار الموازي اشترط بها الأموال لتكون لتوسعة البنى التحتية والمقاعد لقبول الطلبة وخفض القبولات. أين التوسعة وأين الغرض من هذا النظام؟ توسعة هي زيادة، هي فوق الطاقة الاستيعابية للكلية، فأكيد هي المبالغ اللي تستقطع واللي تأخذ من التعليم الموازي تروح باتجاه يعني زيادة القاعات، زيادة المختبرات، توفير كوادر. هي الغاية، وهو هاي قانون التعليم الموازي. هل سيتم اعتماد نظام التعليم عن بعد بالنسبة لطلبة الدراسات العليا خارج العراق في ظل الجائحة؟ لا، هو بغض النظر دكتور، الآن أغلب الجامعات، معذرة، أغلب الجامعات جاي تعتمد دكتور الدراسات العليا عن بعد، لكن بالعراق لحد الآن هذا الموضوع يعني لم يفعل، يعني ما عليه اعتراف. احنا مقبلين على هذا الموضوع لو بعد بمشكلة علمية برأيك. الدراسات العليا، بالنسبة للدراسات العليا اللي تقصدها أنت خارج البلد، تعتمد على الجامعة اللي يدرس بها الطالب. إذا الجامعة تقبل أنه يدرس عن بعد، يجي يقعد بالعراق ويراسلهم، ماكو مشكلة. وإذا يقول لازم تجي، لازم تكون هنالك إقامة، بالإقامة في البلد اللي هذه أيضا مشكلة عالجناها بمشروع يعني تعديل أو الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية. مدة الإقامة كانت 9 أشهر متصلة، وهذا سبب الكثير من المشاكل بالنسبة للطلبة، لأنه إحنا من طبيعة العراقيين أنه من يصير مناسبة يطلع لبنان يدرس عنده مناسبة عند جيرانه، أو يصير لا سامح الله عزاء، راح يجي للعراق وتعتبر منفصلة هاي الفترة. فإحنا عالجنا هذا الموضوع بتقليل المدة
واعتبارها متصلة أو منفصلة بالشيء اللي لا يتعارض أيضا مع منهجية التعليم أيضا في الخارج رسانتو جيد. وأيضا أكو دراسات بحثية، أكو دراسات إنسانية، أكو دراسات تحتاج مختبر، هاي كلها عالجناها بتعديل هذا القانون إن شاء الله. دكتور، الدراسات العليا في الخارج نموذجين، نموذج باي كورسز بالكورسات اللي هو المعمول به بالعراق، وباي ريسيرش بالأبحاث. لا زالت الجامعات العراقية أو البعثات أو وزارة التعليم العالي تتلكأ بالتعامل مع من يدرسون ويحصلون على شهادات باي ريسيرش، وين المشكلة؟ بالأخير انقطع الصوت. وين مشكلة يعني التعامل؟ وزارة التعليم ما تتعامل مع شنو؟ البحث أو الدراسة أو الحصول على الشهادة العليا من خلال الأبحاث، مو من خلال الكورسات اللي يسموها يعني باي ريسيرش. اكو دراسه بحثيه. هذه ليش ما تصحح يعني تمام. هاي النقطه اكو تقصد لي دراسه، هاي صححناها بالقانون الجديد بالتعديل الجديد، وقلت لك اكو اشكالات ومسائل جدليه عالجناها بهذا القانون اللي قرأناه قراءه ثانيه ومعدل تصويت بعد التعديلات اللي يعني طرأت عليه. يعني سيتم، هل سيتم معالجه صاحب الشهاده اللي حصل عليها باي ريسيرش بالبحث؟ أكيد نعم. جيد. تعالج ضمن المدة اللي راح تحدد بالقانون، يعني قد يكون هو مو من ضمن المدة، بعد ما نقللها يحتاج جزء مدة أكثر، الوزارة ممكن أنه تعالج شهر أو فترة قليلة، لكن كقانون راح نعالج أكثر الحالات والمشاكل والمسائل الجدلية اللي موجودة خلال هاي الفترة اللي احنا جلسنا. قبل ما يخلص شحن التليفون دكتور، هل صحيح أكو قبولات أونلاين للكليات الخارجية أو المسائية؟ وهل صحيح أن من يقدم على الكلية المسائية يحق له أن يداوم سنتين بعد يتخرج؟ أكو هيك رؤية، هيك استراتيجية؟ وين هاي؟ هاي في العراق. يعني أكو أطروحة. يداوم كلية مسائية شنو؟ أكو أطروحة بأنه اللي يداوم كلية مسائية لمدة سنتين بالإمكان أن يتخرج، لو ماكو هيك كلام أصلاً. أنا جاي أقرأ دكتور. شلون يصير الكليات جاي. أربع سنوات. جيد. لا اكو كليات مسائيه مثل الصباحي بس دوام مسائي على عدد سنوات الدوام، شوف الصباحي اربع سنوات يداوم اربع سنوات. اكو كثير من الرسائل دكتور، واختم بهذه الفكره، ان المؤسسات الحكوميه الكثير من الموظفين يريدون يطلعون يدرسون بالخارج، وكان هناك تضييق يعني، وليس يعني هناك فسحه من الموضوع. شنو اللي يمنع السماح للناس بان يعطوا إجازة دراسية للسفر والدراسة خارج العراق؟ يعني السبب أنه أولاً بسبب ظروف جائحة كورونا أولاً، ثانياً بسبب زيادة عدد الدراسات أصحاب الشهادات العليا. دكتور زيد، بالنسبة لحملة الشهادات، يعني أكو موظفين من حصل على شهادة دخل في موضوع البطالة المقنعة، وهذا اللي تعاني منه الكثير من المؤسسات بالدولة. بس السبب الرئيسي الحالي هو بسبب يعني ظروف جائحة كورونا توقفت الإجازات الدراسية من مجلس الوزراء، لكن هذا الموضوع مستقبلا سيحكم بالتخطيط، الخطة الخمسية اللي راح تقرها وزارة التعليم العالي مع وزارة التخطيط، واللي راح تبنى على أسس صحيحة إن شاء الله. تعبناك دكتور مقداد، شكرا جزيلا. مقداد الجميلي رئيس لجنة التعليم العالي. سعيد ظهوري على قناتكم الموقرة، وتحياتي إلى كل أبناء شعبنا ولا طلابنا ولا أهلنا وأساتذتنا، ونعاهدهم بأنهم نكون إحنا أوفياء بحمل هذه الأمانة والدفاع عن حقوقهم. فرق بين المطالبة بالحقوق والمطالب، المطالب قد تكون مشروعة وتكون غير مشروعة، لكن الحقوق هي كلها مشروعة إن شاء الله، ونحن مدافعين عن حقوقهم بدون تمييز وبدون على مسافة واحدة من كل المطالبين بذلك. الدكتور مقداد الجميل رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، كنت ضيفا في هذه الحلقة من حوار التاسعة، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا لكم. أعتذر، يعني حاولت أغطي كل الأسئلة التي وردت على صفحتي في تويتر، حاولت أحصرها للدكتور حتى نستفيد من الوقت ونجاوب عليها، فعذرا إن لم أستطع أن أقرأ يعني كل الرسائل. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.